بسم الله. لو انا عايز اضيف حاجه زي كده، اجي هنا اعمل الديزاين واقول له انا عايز اضيف بوردر اند تايتل، لاقي اشكال زي كده تقدر تغير الشكل بتاع اللوحه كله مره واحده، حاجه مثلا بالشكل دوت حسب التصميم بتاعك اهو. طيب لو انا عايز اعدل في التايتل او في التاريخ او في رقم الصفحه، اجي هنا تلاقي هنا بيج 1، تقدر تكتب الاسم اللي انت عايزه. هتلاقي هنا يعتبر الباك جراوند بتاعتك، تقدر تيجي هنا وتعدل التايتل مثلا تسميه بيم اريبيا، تقدر تعدل هنا التاريخ زي ما انت عايز. تمام، ده عبارة عن تاريخ اليوم، هو اوتوماتيك بيحسبه. انسيرت فيلد، تقدر تختار شكل التاريخ اللي انت عايزه، او ممكن تقول له انا عايز احط حاجة خاصة بالجيومتري، حاجة خاصة بمعلومات معينة، شكل التاريخ هيبقى عامل ازاي. تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. هنا ده رقم الصفحة، تقدر تضيف أكتر من صفحة، يبقى عندك بيج 1 بيج 2 بيج 3 وهكذا، تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. التصميم ده نفسه تقدر تعدل فيه، تقدر تحط صورة تانية زي ما انت عايز، تقدر تختار الاختيارات اللي انت عايزها.